الخير وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب يتم علينا ختام رمضان واحنا في احسن حال ان شاء الله تعالى. النهاردة هنكمل اللقاء ده رقم 9، هنكمل فيه شغلنا وهننهي عصر الانتقال الاول. انا هنا المرة اللي فاتت بان احنا اتكلمنا على الصراع اللي تم ما بين البيتين، البيت الطيب والبيت الاهناسي، الصراع اللي وصل لمرحلة قوية جدا. وإن قلنا ان البيت الاهناسي قدر انه يسيطر ويحكم مدة طويلة اللي هي مدة الاسرة 9 و10، ثم ظهر المجموعة الحكام اللي هم في طيبة اللي بنسميهم حكام الاناتفة، اللي هم الحكام اللي كانوا حملوا لقب انيتوف، وكان اخرهم زي ما اتكلمنا انتف ع او انتف ع لو انتف العظيم. ويبدو ان الرجل ده كان له دور كبير في تجميع البيت الملكي، لان بنلاقي من تحطب ده بحبة رع اللي هنتكلم عليه دلوقتي في معبد الطود في الاقصر كتب اسمه داخل خرطوش. هنلاقي سنوسرت الاول عمل له تمثال لطيف جدا وقال يتعمل تمثال للملك المبجل والجميل المبجل العظيم المحبوب لآمون ابن اكوي. اكوي ده اسم امه، يعني حاجه غريبه قوي انه اسم يكتب هنا، شايفين هنا تك تك تك، مش ابن فلان ابن فلان. مصر القديم كان لا يستحي ابدا، وكان سريع حريص جدا، وكان يعني يتشرف بانه ينسب النسب الام. الملك ده كمان بيقول انه امتدت حكمه، او الراجل ده بيقولوا عليه اللي هو انتفع، انه وصل من اسوان لابيدوس، وانه كان بيتمنى انه يطلع السماء ويمشي مع الاله، يعني عاوز يوصل لمرحله من الحكم، لدرجه ان احنا في عصر الرعامسه لما بنروح طيبه بنلاقي مقبره من ضمن برديه ابوت في سرقات المقابر بتكلمني على المقبره دي. يبدو انه اتعمل له في منطقه قريبه من الدير البحري مقبره، واتعمل له عليها زي هريم صغير كده. فلما اتعمل له راح عشان الكاتب اللي بيكتب او ضابط الشرطه اللي بيكتب التقرير قال ان هو جه وزار المقبره بتاعت عال عظيم، ما قالش انتف، قال عال عظيم، وقال ان هو كانوا رسمين له على المقبره 5 كلاب، يعني رسمين 5 كلاب وكاتبين 3 منهم باسامي ليبيه الاصل وكلبين اساميهم مصريين. اسم الكلب يعني مش بقصد الجنس، لكن بقصد ان الكلب بعض الاخواتنا في ليبيا او مكان مثلا يحب يسمي الحيوانات بتاعته باسماء تربط بيه البيئه بتاعته. الجميل ان هو قال ايه؟ قال وجدت القبر بتاع سليما وكلبه بجانبي، يعني كان نقش الكلب يعني هو اللي بجانبه. هنعرف بعد كده ان بعد الاناتفه جالي 3 ملوك هنلاقيهم ماشيين ورا بعض، 3 ملوك، من تحطب سعان خيب طوي، من تحطب نبحب ترع، من تحطب نبخي رورع. 3 دول ورا بعض ما احناش قادرين نحدد هل سعنخ خيب طوي، سعنخ خيب طوي محيي قلب الارضين، نبح بترا سيد مجداف مركب را، نبخي رورا سيد الصوت لدرا. طيب التلاتة دول هل هم واحد؟ هل هم 2؟ هل هم 3؟ نفس قصة الأسرة دول، لكن يبدو ان هم 3 فروع او 3 اخوات. بدأ الاول ثم كان الاقوى والاعظم اللي انتهى عنده الصراع وانتهى الامر بتوحيد البلاد، وهو من تحطب نبح بترا اللي حكم 51 سنة. قدر انه يسيطر على اماكن كتير، لكن قبل ما يسيطر على طيبه كلها حصل حاجه ضده غريبه، حصل زي نقدر نسميها انقلاب صغير، ناس ما عجبهمش، ناس كانوا تابعين لاهداسيا ومشترينه فوقفوا ضده، فبسرعه قدر انه يقضي على الناس دول في حدث كتب هو عنه وكرم فيه جنوده وقال استشهد من جنودي 60 جندي واقمت لهم قبر خاص قريب منه، يعني عمل لهم قبر قريب منه وعمل لهم زي نصب جندي مجهول او شهداء. بعد كده وصل الى الدلتا وسيطر على البلاد وحمل لقب لطيف جدا نخلي بالنا منه، حمل لقب بيقول نب حج سيد التاج الابيض. طيب انا ليه بقول على نفسي سيد التاج الابيض؟ ده يبرر لي ليه هو في المتحف المصري اتصور في التمثال بتاعه اللي لقاه كارتر في مقبره باب الحصان بالتاج الاحمر. هو اصلا من الصعيد ومسيطر ومهيمن على الصعيد وحمل هذا اللقب، ده التفسير يمكن كتير من الناس بيقولوه انه حمل اللقب ده، لما حمل لقب سيد التاج الابيض يعني هو سيد الصعيد، لما جه وامتد نفوذه الى الدلتا وضع لنفسه التمثال وكانه بالتمثال مع اللقب حمل اللقبين الملكيين وارتبطوا به. الملك خد بعد ما سيطر على الامور لقب سماتوي وراح جري على حته يلعب عليها، جري على فين؟ جري على دندره، وفي دندره رمم مقصوره حتحور وعمل نقش لنفسه، النقش ده موجود في المتحف المصري بالمناسبه في منطقه اللي بنسميها البركه، هو مع المعبوده حتحور. طب ليه حتحور؟ حتحور هي مأوى حورس، هو يرغب في ان يجعل من نفسه حورس اللي بيلجا لحتحور اللي ايزيس ودته عشان تخرج بيه من الاحراش، لما خرجت حتحور بحورس من الاحراش خرجت بمين؟ بملك يحكم البلاد. فإذا أصبح هو بهذا الشكل وتقربه من حتحور يعطي لنفسه سلطة حورس الذي يخرج من الأحراش ليكون ملكا على
البلد. من اهم مناظر الراجل ده نص بيشير الى ابتداء تحرك نفوذ مصر في حدودها الخارجيه عند جبل السلسله، منظر اسمه منظر او حته اسمها شط الرجال. المنظر النقش بيرمي على الرمله فبيعمل كانه ضله، فالضله بتبان كبير. المنظر الملك ومعاه امه ايح، امه اسمها ايح القمر. يا اخوانا الام هنا اسمها ايح، مالناش بقى دعوه بيه، ايح حطب واللي غنينا لها وحا ويا وحا واليوحا، الكلام ده على راسنا من فوفش. اسم ايح اسم معروف عند المصري من اقدم العصور، وسيدات كتير لعبوا الدور ده، ولكن ليس هناك اي علاقه بايح حطب وانها وحا ويا وحا. الاغنيه ان كان لها الاصول المصريه زي ما قال استاذنا الرائع الله يرحمه استاذنا الدكتور عبد العزيز صالح، فهي ترتبط بعيد القمر، وهو عيد كان معروفا عند المصري، واعتقد ان احنا اتكلمنا عليه اكتر من مره. الملك واقف مع رئيس العمال، مع رئيس بيت المال، مع عدد من الموظفين واقفين بيستقبلوا حد جاي، يبدو انه كان ابنه جاي من حمله في الجنوب وراجع على منطقه جبل السلسله، الملك بيقابله. اذا انا باشير اشاره غير مباشره كملك ان انا سيطرت على مناطق الجنوب، وايه الدليل؟ والدليل ان هو وصل عند الجندل الاول، احد اتباعه بيقول انه وصل للجنوب، وصل لغايه مناطق هناك وسيطر عليها، وقال انه حمله خرجت الى منطقه وواط في النوبه. عمل القبر بتاعه زي ما احنا فاكرين او عارفين من تحط ابن بحب تراع، عمل القبر بتاعه الشهير في منطقه الدير البحري، القبر اللي عمله على شكل نصب وعمله على شكل كانه تل ازلي، وبعدين هريم فوق البنبل، واللي جاي من الخارج ينظر اليه، فكانك تتطلع الى الشروق، كانك تتطلع الى الاله الخالق. يعني انت لو عايز تتخيل المنظر النهارده وانت باصص لمعبد الدير البحري بتاع حتشبسوت، معبد اللي المقبره اللي جنبه هي تل ازلي يعلوها هريم، فكانك تظهر كان الاله الخالق يخرج من النون ليعلو فوق الماء الازليه وتبدا الحياه. الضريح بتاعه ده كان فيه مقابر لبعض النساء، واهمهم اتنين ستات لقينا التوابيت بتاعتهم موجوده في الدور الثاني في المتحف المصري، كاويت وعشيت، تابوتين الشهيرين اللي فيهم المناظر الحاليه يوميه والرضاعه واللي بتعملها شعرها بالبنس ومش عارف ايه، المناظر البديعه قوي اللي احنا شفناها. لكن الغريبه انه في القبر بتاعه او الضريح بتاعه ده لقينا لقب نبخي رورع. البعض هنا بقى لك نبخي رورع، هل هو نفسه؟ هل هو غير القابه؟ لا، بيني وبينكم هو نفس، هو الملك اللي جه بعديه، ويبدو انه اتم العمل بتاعه. الراجل ده يحسب له كمان انه قضى على اخر معقل كان خرج من ثورة عصر الانتقال الاول، اللي هو ازدي، يعني هو فتح الحدود تاني للجنوب، وصل زي ما قال ان اسمه وصل الى بلاد الشام، الجنوب رجع، ابتدت الامور تسيطر عليها، ادي البعد الاقتصادي. ابتدت الامر الثاني حكام الاقاليم اللي بقى يورثوا اللي ده اختفى في عهده لقب حاكم الاقليم العظيم. خلاص نبس بعضي انتهت اللقب ده، اصبح فيش. لا، عشان كده بيقول مثلا احد القادة يقول انا رحت حملة، والحملة دي لما رحتها كنت رايح ورا ضربت الناس، ولما كانوا بضربهم كانوا يعلموا باني من عند الملك فيخافوا الملك فيخافوني، يحترموا الملك فيحترموني، ولان الارباب كانوا يحبوا الملك فيحبوني. يعني دايما يقول الملك وبعدين يقول على نفسه. بعد من تحط ابن بحب ترعى ونبخي رورع اللي ربما بينسب اليه بعثه قامت الى بلاد بونت، تاني مرحله بصل فيها الى بلاد بونت، اللي قلت لحضراتكم مره ان شاء الله هنعمل حتى اعملها بث مباشر نعمل فيها قرايه كامله عن بونت، وفين بونت بالظبط، وايه الاراء اللي بتتقال عليها، وهل المناظر او الاشجار، يمكن الصديق العزيز الاستاذ ناصر عبد المنعم يكون عنده طبعا قرايه افضل مني كتير، والاستاذ هشام الحديدي لقرايتهم عن النباتات والتوابل والموضوعات اللطيفه دي، هنعرف منين ربما ان الاشجار اللي موجوده، وطبعا بفكر مره ثانيه ان الشجرتين اللي قصاد معبد حتشبسوت دول حاجه في القرن العشرين، مش مكان من القديم وفحتنا والمصريين كانوا زارعين. نهاية الأسرة بتنتهي بملكين لقيناهم موجودين، نبتوي سيد الأرضين وسعنخ كرع مسبب حياة قرين رع أو نفس رع. هنا بلاقي إن الاتنين دول بيصل فيهم بتحصل في عهدهم شوية حاجات، لازم نذكر شوية أسماء ظهرت. هختم بالأهم اللي هبدأ بيه الفيديو اللي جاي إن شاء الله. الأول واحد بيقول إنه كان بيشتغل مع الملك، وانه كان الوضع في البلد رائع، بيتكلم عن الملك نبتوي، وانه راح وادي الحمامات وكانه عنده 60 سنه. بيقول رحت وانا تعبان كاني عندي 60 سنه، ولكني عدت وكاني رجل في 60 عاما وعندي 70 ولد من زوجه واحده. يعني المكان كانه اداله خصوبه واداله حياه، وكان البلد بتستعيد وحم ميسوت، بتستعيد الحياه مره ثانيه. حنوه لما بيقول انه خرج في حملات عشان يامن مساكن او يامن طرق التجاره.
الدليل على ان اتفتحت طرق التجاره القصه اللي ظهرت عندي في المرحله دي في الاسره ال11، القصه اللي بنسميها نجاه الملاح او شبرك سيلر او الملاح الغريزة زي البعض بيسميه. الملاح اللي بتحكي ان احد الوزراء راجع في النيل وهو راجع من بلاد واوات وقاعد بقى يفرد كده، فجاله واحد بيقول له الحمد لله على السلامه سيدي الوزير، فلا ما بيردش، مالك زعلان ليه؟ قال له قلقان، قال له قلقان من ايه ده انت خلاص راجع اهو، قال له محدش عارف المخبي فين، قال له بص المخبي مهما كان فهو قدر الاله وهيحصل معاه الخير، ايه اللي حصل؟ قال له احكي لك بقى. ده انا مره كنا 120 بحار راكبين على مركب ورايحين واجوير، واجوير الاخطر العظيم، هل هو البحر الاحمر؟ هل هو البحر الابيض؟ هل هو النيل؟ زي ما قلت لحضراتكم ان فاندر سلين عمل الدراسه كامله على الواجوير بنختلف فيها تماما ان الواجوير هو البحر المتوسط او واجوير البحر الاحمر، لا ده واجوير معناه اي ميه لمصر. وممكن برضو نشرحها بشكل كبير قوي واحنا بنتكلم على لوحه الوالي لما ندخل على الفتره المتاخره. قال له واحنا ماشيين وبنغني ونرقص ومتطقل بينا مطمن، قامت العاصفه، العاصفه شالت وهبدت وترمينا، هوب ما فضلش الا انا اتعلقت في حته خشبه رمتني على جزيره، الجزيره دي اسمها ايه؟ جزيره الروح. قاعد هناك بفرد رجلي لقيت اكل وشرب والطبيعه الجميله، كلت وشربت سمعت دم، ببص لقيت تعبان طوله 75 دراع وجاي ولحيته لحيه التعبان وعمال يخبط. المهم بدات ارتعش، التعبان خدني وحنى عليا ابتدى يعاملني كويس وابتدى يسالني ايه حكايتك، فحكيت له، قال له ده انت حكايتك اخف من حكايتي، ده انا كنت عايش هنا انا و37 واحد كان نفسي في بنت، ربنا اداني البنت وكنت سعيد بيها جدا وعايشين مبسوطين لغايه اما نزل شهاب من السماء على الارض احترقوا كلهم واديني عايش لوحدي. انت مسيرك هترجع بلدك وهتعيش وهتضم ولادك، والراجل بيقول له ان انا رجعت وحكيت وقلت للملك القصه دي لانها قصه من اشهر القصص. هنا لازم برضه اتكلم على البعد الكوميدي شويه. عندي واحد مثلا ارتي سين ده كان راجل لطيف كده كان بيأمن حدود، ميك اترعى مع بارتو في طيبه بيوريني نموذج للحياه جديده، انتهت فكره ان انا احط مناظر على جدران المقبره وبدات اشتغل على ماكتات موجوده، حتى ان البعض بيقول ان ميكت وماكت قد تكون التسميه، ما عنديش تفسير ليها الله اعلم. لكن الجميل قوي حكان اخت ده كان حاكم طيبه، كان راجل لطيف قوي. حكان اخت كان عنده 5 عيال ويبدو ان مراته كانت متوفيه، وكان عنده ولا ابنه الكبير ميرسو. ميرسو ده يعني كان شايل الطين، كل الشتايم والبلاوي اضرب في ميرسو. ومن اهمهم رساله، كان عنده هو واد صغير كده اسمه صحت حور، واد قرد يظهر. الواد كان شاي قوي وكان عندهم خدامه اسمها سنن، الخدامه دي كان الراجل عنده جاريه بتاعته، يعني يبدو ان الواد بس مش اللي كان شاي، يبدو ابوه كمان. فالواد هو والخدامه دي يجروا على الجاريه بتاعت ابوه يزقلوها بالطوب يحدفوها مش عارف ايه. فبعت الراجل جواب يقول له ايه؟ يقول ايه لابنه الكبير؟ بلغني ان الواد ابني صحت حور مع الخدامه اللي اسمها فلانه بيضايقوا الجاريه بتاعتك، ولا انت اللي هتتحمل المسؤوليه، لو رجعت وشفت الخدامه دي في البيت هتاكل مش عارف بيه وهضربك، بس خلي بالك الجاريه بتاعتي كده تعملها كويس، دي جاريه ابوك يا ولا، لو حد ضايقها فكانه ضايقني انا. حكايه اخت بيعكس المرحله. اخر واحد هنتكلم عليه اللي بدات الاشاره ليه ايام سنفرو، نفرهو اللي هو زين الرجال، لما حكى لسنفرو قلت لكم سنفرو طلع ورقه وابتدى يكتب وقال له هيحصل حاجه ان مصر هتواجه ازمه وهيجي واحد ابن سيده من تاسيتي اسمه اميني هيوحد البلد. ده موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله تعالى مع بدايه العصر الذهبي للدوله الوسطى، عصر الاسره ال 12. شكرا جزيلا.